الفنانين عندها دور هام ياسر، بها ناكلوا ونتكلموا ونضحكوا ونبتسموا. هذا علاش يلزمنا نعتنيو بسنينا بالكدا باش نحافظوا عليها وما نخليوهاش تتعرض للخطر. كيف تقعد بقية الماكلة على سنين وإلا ما بيناتهم يتكون كيف الغلاف اللي ما يطراش في اللول يتسمى لويحة جرثومية، تكثر فيها الجراثيم وتبدأ تحفر في السنة وهكا تتكون السوسة اللي منظرها خايب وريحتها مش باهية، وبعد مدة تولي توجع ياسر ياسر. ويمكن للسوسة باش تتسبب في أمراض أخرى بعيدة على السنة كيما مرض القلب والكلاوي والمفاصل. وعدم تنظيف السنين ما يكونش كان السوس، يمرض الغب ويتسبب في تيح السنين. هذا علاش باش نحافظوا على قوة الغبنة وسنينا ومنظرهم الباهي يلزمنا مع الماكلة المتنوعة والمتوازنة ننظفوا سنينا كل يوم بالقدا. هاو كيفاش يلزم يكون التنظيف الباهي اللي يقضي على بقية الماكلة وما يخليش اللويحة الجرثومية تتكون. يلزم تنظيف السنين من الجهات الكل. ابدأ بالسنين اللوطانين من البرة كيما هكا، من الغب للسنة، من اللوطة للفوق. صحيت. من بعد كيف كيف من الجهة الدخلانية متاع السنين اللوطانين، من الغب للسنة، من اليمين لليسار بطبيعة الحال كما هكا. وبالنسبة للسنين القدامين يلزم تنظيفهم من الداخل والفرشات واقفة توا في سطح الزرسة. لا لا مش هكا، هكا من داخل لبرا باش تخرج بقايا الماكلة. صحيت هكا. وتوا نظف السنين الفوقانيين بنفس الطريقة، من الغب للسنة. يلزم تكون الفرشاة مايلة شوية وشعرها لين باش تدخل ما بين السنين وتنظف مليح مليح من غير ما تجرح الغب. ولات السنين نظيفة بالقدا ومن كل الجهات، لكن نردوا بالنا ما يكون تنظيف السنين نافع إلا إذا كان نحكوهم هكا كل يوم وبعد كل وجبة. معناها في الصباح بعد الفطور، وبعد الفطور نص نهار، وبالأخص في الليل قبل ما نرقدوا، وهذا لابد منه على خاطر الجراثيم تتكاثر برشا في الليل. وهذا علاش يلزمنا لا ناكلو ولا نشربو بعد تنظيف سنينا في الليل. ايوا توا وليت تعرف كيفاش تستحفظ على صحة سنيك ولغبك ومنظرهم الجميل. اعمل ديما بهذه النصايح وما تنساش اللي السن زهرة في الفم. هيا الاولاد خذوا سلاحكم كل يوم حصلنا يقبل النوم.